عادة البرامج الصيفية اللي حتى الآن رحت لها أكثرها كانت روح لهم اقعد ألين من هذه الفترة إلى هذه الفترة، بعدين ارجع البيت وسوي نفس النظام اليوم اللي بعده. تجربة حقت NCC هذه كانت والله العظيم ممتعة مرة، تجربة جديدة. الاكسبيرينس هذه بتعاوني مرة، متأكد أنا 100%، عشان الحين تعلمت كيف أعتمد على نفسي وكيف النظام في البلدان الأخرى وكيف يعني أنت بس نفسي يعني في مكان غريب علي.